فيديو اليوم روعة. السوق فيه ثلاثة الأسواق، السوق الجوطية أو الخردة، السوق السمك والخضر، والسوق الملابس الجديدة. السلام عليكم، تابعوا معايا المشاهدة، كنتمنى تكونوا بأحسن حال وبصحة جيدة. شحال كاكي؟ شحال كاكي؟ 500 جار، هذه حلوة وتقيس. اسمع انهزوها. مندالينا شحال؟ مندالينا 7 درهم. قولوا انت مرتاحة. لا خاي لا لا. بندر في هذا كل شيء. هادي خويا راه الدروان تاعي اللي عنده العواوي كيخلص. احسن على الله تخدم لك، فيها واحد الكاليتي ممتاز، راه ما تقلع ما تنوض، فيها واحد الجوده ممتازه خطيره، بلاستيك للزاج الخشب كولا سبيسيال. الحمد لله رب العالمين.
هادو 100 درهم الى بغيتي هادو شي تا هما هو تا 65 دايرة عجبك 130 درهم هذاك كنشكر ابي الغالي وكنشكر كل الاخوات والاخوان اللي كيشاهدوا هذه القناه واللي كيدعموها جزاكم الله خيرا. مشاهده ممتعه. كنتمنى عجبكم هذا الفيديو. نال حصري داكم فيديو رائع في ثلاثه الاسواق. السوق كيتوجد بمدينه كاستيخو بالمغرب. هذا السوق كيعمر يوم الحد، فيه السوق ملابس الجديده وسوق الخضر والاسماك، سوق الجوطيه او الخرده، كل واحد كيفاش كيسميها. مدينه سياحيه بامتياز. وعجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم لكي تعموا الفائده ولكي نستمر بالجديد. وشكرا لكم كثير كثير على التعليقات ديالكم زوينه في حالكم ودعموا هذه القناه. مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.